السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سر وسعادة. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم النظام لينكس في الحلقة 23 بعض الأوامر الجديدة والمهام الجديدة. الأمر سوف نقوم باستخدامه هو أمر كريب، تعرفنا عليه في الحلقات السابقة. أمر يقوم باستهداف الكلمات ويقوم بإخراجها كلمات محددة. الآن سوف نقوم بتطبيق كل الأوامر والمهام على هذا الملف التي تشاهدون هذا الاسم. الآن قبل تطبيق كل شيء نحب أن نبدأ في مقدمة. أمر كريب يعتبر من الأوامر الجميلة وهذه الحلقة سوف تكون ممتعة إن شاء الله لكم ولنا. وأمر كريب جميل ومهامه كثيرة وممتع. ونبدأ بنصيحة جميلة، تعلم واستمر في التعلم، اعلم يوما ما ستحصد ما تعلمته سواء يكون في المال أو مجاني، فإن العلم لم يحدد لك من أين يشترى وكم المبلغ العلم. في المختصر كل هذا يعتمد على مزاجك الشخصي وراحتك النفسية. الآن سوف نقوم في تطبيق أمر كريب. أمر كريب هنا اسم الملف دي دومور وثم الكلمة المسلقة سنصعد الكريب سرمد نوصش فايل. لماذا؟ لأنه يمكن في تحديثه دير دومور، نقوم باستهداف الكلمة ثم الملف. باستهداف الكلمة ثم الملف، أي لا يجب من استهداف الكلمة الملف أقصد ثم الكلمة، الكلمة ثم الملف. هنا كما تشاهدون قام بإخراج السرمت وأين يوجد، سواء تكون كلمة متلاصقة أو كلمة منفصلة. الآن نرغب في عرض الكلمات المنفصلة فقط. كيف؟ هنا أخبرنا هنا سهل، شيء بسيط، فقط نقوم بكتابة هايفن W وإنتر. الآن كما تشاهدون قام بعرض الكلمات المنفصلة. الآن نرغب في شيء آخر، من إظهار أين توجد الكلمة مع السطر السطر عدد السطر. هنا كيف؟ نقوم باستخدام هايفن N إنتر. الآن كما تشاهدون هنا 56 وهنا 5 وهنا 1، لأن نتأكد هل الملف يكون من 56 سطر. الآن كما نشاهد إلى الأسفل 56 مكتوب سرمة سعد، ولكن الكلمة هنا الآن سطر في تطبيق خطأ وبعد أن نتعلم الصحيح. هنا سعد وهنا اسم الملف دومور إنتر. الآن أيضا خطأ، وقد قامت بإخراج السرمد والسعد لم يعتبره أي شيء، لم يعتبره فايل أو دايركتري أو مجلد. هنا لنتخطى هذا الخطأ فقط نقوم بإدخاله عبر الاقتباس single quote وثم enter. الآن كما تشاهدون قام بإخراج كل ما يأتي. الآن نرغب من إخراج عدد الكلمات المتواجدة في الملف، أي نحن مثلا لا نعلم النعد ونحسب كم كلمة متواجدة، فقط نقوم بكتابة السي. هنا قام بإخراج لنا ثلاثة، توجد سرمة صعب، قمنا بعمل السرمة في حالة صعب وأيضا الفراوة في حالة السيلفور. هنا قام بإخراج ثلاثة. الآن سوف نتعلم طريقة تجاهل الكلمات المحددة، أي
مع معنى التجاهل. هنا للتجاهل الكلمات المحددة أي قمنا بتحديث سرمت. الآن ليتجاهل جميع الكلمات التي تحتها السرمت أو تحتوي على السرمت لم يقم بإخراج أي شيء. نذهب إلى هذا. نشاهد قام بحذف جميع الكلمات التي تحتوي على السرمت وقام بترك النص كما هو. New file, new file, new. هذا هو النص. الآن نقوم بعمل clear. وثم نتعلم الأمر الأخير، تجاهل الحروف سواء تكون كبيرة أو صغيرة. هنا اكريب كما تعلمنا نعمل اكريب فقط. الآن قمت بإخراج لنا، نقوم بعمل اكريب سي هايفن سي. الآن ثلاثة هما الكلمات المنفصلة كما تشاهدون، واحد واثنان وثلاثة، أي لم يقم بحساب الكلمات المتصلة. وللرؤية الكلمات المنفصلة نرجع عليها W، فقط هذه الكلمات تقوم بحسابها. الآن للتجاهل كل الحروف الصغيرة أو الكبيرة، أي يقوم بالتحديث سرمت سواء كان في الحروف الكبيرة أو الصغيرة هكذا. الآن نقوم في كتابة هايفن اي وانتر. الآن كما تشاهدون قام بحسابه وحساب الكلمات المتصلة والمنفصلة أيضا. ولحساب التطبيق أكثر من أمر، الآن نقوم في كتابة W اي. هنا لحساب باقي الكلمات المنفصلة كما تشاهدون، وسواء تكون كبيرة أو صغيرة. لمعرفة أيضا السطور المتواجدة بها نذهب إلى WIN وين تضبط وهكذا. نستطيع من دمج الأوامر أيضا، ولمعرفة المزيد حول الكريب وحول الأوامر وتعريف مختصر، نقوم بكتابة ما نكتب كما تعلمنا، ويقوم بإخراج الأوبشنات الخاصة به. هنا الفيرجن، وهنا اكستين، وهنا فيكسد أي يقوم بإصلاحهم، وهنا هايفن بي وإلى آخره. ونذهب إلى الأسفل أخيرا. كما تشاهدون فيه أوامر كثيرة وأي مهام كثيرة وأمر جميل للتعلم عليه. فقط قم بفهم الأمر ولم تقوم لا تقوم بحفظ الأمر. هنا الإكسيد. هنا الآن كما تشاهدون نذهب إلى الأسفل. الآن هنا نذهب إلى الأسفل إلى الآخر. كما تشاهدون هنا الكوبي رايت، هنا كوبي رايت للمحتوى ولتصميم الكريب وبنائه أيضا. وهنا أيضا نستطيع من رؤية الباكج والإيميل الشخصي للصاحب قام بتصميمه أو قام بعمله، ونستطيع معرفة كل شيء أو أخذ أكثر من معلومة. وهنا CSOA نقوم بالتعلم عن هذه الأوامر أو نرى هذه الأوامر أيضا. وهنا Build Documentation، هنا نستطيع من زيارة موقع جنو ورؤية الانفو الخاص في الكريب بروجرام وهكذا. Info Grip should give you access to the complete menu. كما تشاهدون هنا التاريخ 2019 مارس 29، وهذا أمر كريب. ومع السلامة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة.